نسب اليك، وده اكيد مين ما يحبش صالح سليم، كلنا طبعا بنحبش صالح سليم، طبعا. كل الاسماء الكبيره في كل الانديه ايا مكان انتمائك ايه، فانت دول قيمه كبيره فانت بتحبها. طبعا انت جريت عشان تسلم على صالح سليم، فناس قال لك لا ده هو اهلاوي، ويمكن بقى قصه ان عيلتك فيها كتير اهلاويه، فما كان بيضايقك حاجه زي كده؟ ولغايه دلوقتي على فكره اخواتي في منهم اهلاويه وزملكاويه. جريت كام جريت يعني دلوقتي يعني انتوا كم اخ وكم اخت؟ انا بقى عندي 4 توفوا، فبقينا دلوقتي 3 بنات واربع صبيان. جريت ورا الاربع صبيان فيهم اهلاوي واحد، واحنا 3 زملكاويه. تمام. والبنات دلوقتي فيهم اتنين زملكاويه واحد اهلاوي. طب اغلبيه طب الحمد لله زملكاويه اغلبيه. جريت ورا عربيه كابتن صالح سليم مده طويله، مسافه كبيره. جريت من اول شارع القصر العيني، كان كليه التجاره بتاع عين شمس دي اللي هو مع التعاون دلوقتي. احنا ساكنين في شارع جنبيها، في حاره جنبيها. وكابتن صالح سليم انا كنت ماشي في الشارع ولقيت الكابتن صالح سليم راكب عربيه الام جي اللي هي السبورت صغيره حمراء ومشي في الشارع. فضلت اجري وراه من اول شارع القصر العيني لغايه كوبري، لغايه ما تعبت، لغايه كوبري قصر النيل، لغايه ما تعبت. عشان تسلم عليه. وسلمت عليه؟ ما حصلتوش. كنت نفسي صالح. فانا كابتن صالح سليم النادي الاهلي جابني عشان العب مباراه سانتوس والاهلي. فكان بيحبني جدا كابتن صالح جدا. فروحت فما قالوا له فاروق جعفر جه، كنت هتمرن بقى كان لسه رايدو كوتي وكده. فروحت اتدرب مع النادي الاهلي قبل ما اخش الملعب، شوف بالادب بقى والاخلاق بتاع كابتن صالح. لقيته راح جالي وقال لي، كنت هنزل بقى الملعب، قال لي تعالى لا اتفضل. وخدني المكتب وجاب لي ليمون، عصير ليمون، وقال لي النادي ده بتاعك وانت مش بتاع نادي الزمالك، انت بتاع مصر. اتكلم معايا كلام يعني راجل خلاني نفسيا ومعنويا حاجه ثانيه خالص. صالح سليم يعني صالح سليم بيكلمني وانا بقى بكلم، كنت سنه ثانيه في الجامعه. فما يكلمني بقى ويقول لي انت حاجه كبيره وقيمه وكده. فيعني طبعا انا حكيت له بقى ان حضرتك جريت وراه. حكيت له القصه دي. مش ما رحت له لندن واحنا في لندن، كنت رحت المستشفى فقعدت حكيت له، قلت له انا كنت بجري وراك جريت وراك وبتاع. كابتن فاروق ملاحظ سمعت انت قلت كده في التلفزيون.